ورجعنا لكم تاني وهنبتدي معاكم فقره الصحافه. ويسعدني ان يكون معايا النهارده منورني الاستاذ خالد البلش رئيس تحرير جريده البدايه الالكترونيه. برحب بحضرتك، بتمنى لك نهار سعيد. صباح الخير يا امل ليك. صباح الخير. نبتدي بعرض سريع لاهم المانشيتات اللي كانت موجوده في الصحف المصريه النهارده. وعندنا في جريده الاهرام في الصفحه الاولى: الرئيس يؤكد احترام القوات المسلحة وعدم المساس بحقوقها ومخصصاتها. في الأخبار صفحة 3: النائب العام يفتح التحقيق في قضية تسجيلات رئاسة الجمهورية، وعبد المجيد محمود يطلب من الرئاسة بيانا بوظيفة العريان. في جريدة الشروق الصفحة 3: للمرة الأولى مناظرة بين مرشحي الكرسي البابوي. في جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى: 7 مسيرات للتحرير في جامعة مصر مش عزبة. أيضا في جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى: اختيار خليفة مرسي في الحرية والعدالة اليوم، وإرشاد الإخوان يعتذر عن عدم الحضور. في جريدة اليوم السابع الصفحة الأولى: هجوم على الرئيس بسبب خطاب اعتماد السفير المصري بتل أبيب. جريدة الأخبار الصفحة الثالثة: وزير التعليم يتراجع، لا ضرب في المدارس. في جريدة الأخبار الصفحة الخامسة: الأطباء يهددون بالإضراب في العيد. وجريدة الشروق الصفحة الثالثة: قنديل يختار خالد بدوي أمينا لمجلس مصابي الثورة. وأخيرا في الأهرام الصفحة الأولى: قنديل أجازة العيد 5 أيام. نبتدي بأول منشط معانا النهارده وهو في جريدة الأهرام: رئيس يؤكد احترام القوات المسلحة وعدم المساس بحقوقها ومخصصاتها. المنشط ده هو طبعا أهميته ليه هو طلع دلوقتي والأسباب بتاعته ده رد من الرئاسة على اللي حصل في جريدة الجمهورية اللي كان بيتكلم عن منع المشير طنطاوي الفريق سامي عنان من السفر وبدء التحقيق معاهم في قضايا فساد. المنشط عمل ضجة كبيرة، واضح أنه عمل ضجة لوسط القوات المسلحة. الضجة دي وصلت لدرجة أن رئيس مجلس الشورى يصدر قرار فجأة كده في سابقة ما حصلتش بعزل رئيس التحرير أو بوقف رئيس التحرير عن العمل والتحقيق معه. هل ده من حق رئيس مجلس الشورى أنه يعمل حاجة زي كده؟ يعني فكرة من حق دي يعني بتخضع لقواعد كتير جدا، انما هل ده ممكن يجوز او لا يجوز؟ او لا يجوز ده كلام تاني. هل يجوز انك توقف حد قبل التحقيق معه؟ هل يجوز انك ده يتم التعامل مع رئيس تحرير في سابقه بهذه الطريقه؟ ده اعتقد ان ده كلام جديد جدا لم يحدث حتى في عهد المخلوع مبارك. يعني فكره ان تعزل رئيسا تحرير رئيس تحرير مجرد ان هناك خبر خاطئ في الصحيفه، حتى قوانين العقوبات لا تعاقب رئيس التحرير بهذه الطريقه. يعني مزبوط. يعني رئيس التحرير بيمنع بيبقى لا يعاقب على جرائم النشر الا اذا كان عالما بها. يعني هو انت استبقت كل شيء وقررت، ده معناه انك تتعامل مع الصحافه القوميه على انها بتاعتك. على انها هذا لا يصح طبعا. على انها عزبه انت بتتحرك فيها، وده زي اللي بيحصل النهارده الجمعه اللي حصلها النهارده. لا ده لا يجوز. يعني على الاقل هناك قوانين وهناك قواعد وهناك يعني انت خفت من رد الفعل داخل القوات المسلحه او رد الفعل من قوه داخل القوات المسلحه اثار ازمه ما، لكن ليست هذه هي طريقه التعامل. وطريقه التعامل تشي بطريقه تعاملك مع الصحافه وبما تراه وبوضعها التي تراه. انت تعتقد انها ملكيه في جيبك، ملكيه في جيبك، فساعتها تشيل رئيس التحرير ده ترميه وتجيب رئيس التحرير الثاني. بالظبط. ده لم يحدث. وحدوثه بهذه الطريقه يشي بان هناك من يتعامل مع الصحافه القوميه على انها عزبه او ملكيه خاصه له. في جريدة الأخبار في الصفحة الثالثة: النائب العام يفتح التحقيق في قضية التسجيلات تسجيلات رئاسة الجمهورية، وعبد المجيد محمود يطلب من الرئاسة بيانا بوظيفة العريان. يعني الحقيقة الخبر نفسه يعني في أكتر من فكرة. الخبر الأولاني ده يعني قضية التسجيلات، وده كلام تصريحات قال بها الدكتور عصام العريان، وقال ان كل حد بيخش الرئاسه بيتسجل له. يعني بس الجديد في المساله ان دلوقتي في عندنا قضاء بيطالب الرئاسه بشيء.
طبعا هي ده على خلفيه صراع وعلى خلفيه معركه، قيل ان المستشار عبد المجيد محمود راح الفاتيكان وبعدين ما راحش الفاتيكان، وده تحديدا يبدو ان النائب العام شعر بشكل ما ان الكلام موجه له، لان هناك اتصالات وجرت بين الرئاسه وبين في ازمه النائب العام. فالحقيقه ان الجديد برضك ان هناك من يطلب تسجيل تحقيق فيما يحدث داخل الرئاسه. انا اعتقد بشكل شخصي ان هذه خطوه مهمه، وان تاسيس هذه القواعد مهم جدا لدوله قادمه، عشان نحافظ على الشفافيه ايضا، بس بشرط الا تكون على خلفيه صراع. طبعا ده رقم واحد. رقم اثنين، الرئاسه امبارح خرجت على لسان المتحدث باسم الرئاسه ونفت وجود تسجيلات من الاساس، يعني هي خلينا نبقى واقفين عندنا. لكن يظل أنا أتمنى أن يكون لدينا مؤسسات في مصر بهذه الطريقة، أن تبنى هذه القواعد بشرط ألا تكون على قاعدة صراع وقاعدة تضارب مصالح، أن يكون لدينا من يحقق في تجاوزات داخل الرئاسة، وخصوصا أن لدينا تجاوزا آخر بالأمس حدث من أحد الموظفين. ده سيضمن أن نبني دولة حقيقية ودولة قائمة على الشفافية، وأتمنى أن يصل استقلال القضاء للدرجة التي يطالب بالتحقيق فيها مع تجاوزات داخل الرئاسة، ولا يكون هذا مبنيا على شيء آخر غير استقرار القضاء. لأنه في النهاية الصراع لا يصب في مصلحة الوطن، هو مش صراع في الآخر. عندما يكون هناك في السلطة يعني من السلطات تراقب بعضها، فده لمصلحة الوطن بشكل حقيقي. طبعا. المهم أن تراقب بناء على مصلحة الوطن. في جريدة الشروق في الصفحة الثالثة للمرة الأولى مناظرة بين مرشحي الكرسي البابوي. ده جديد بالنسبه ما يحدث في الكنيسه، لابد من التوقف امامه بشكل كبير. يعني هل تعتقد ان ده بيصب في مصلحه الكنيسه؟ لانه دايما احنا بنحس انه الامور الداخليه الخاصه بالكنيسه مغلق عليها. يعني بصي، اللي بيحصل في الكنيسه دلوقتي هناك ثوره تحدث في الكنيسه مثلما حدث في مصر ثوره. الان نحن امام انتخابات أقصي فيها كثير من الناس الغير مرضى عنهم، وكثير من الناس في الكنيسة يشعرون براحة شديدة. الآن هناك مطالبات الانتخابات يسيطر عليها كل مطالب الأقباط بشكل واضح، اللي هي من أول تغيير لائحة الزواج والطلاق حتى وانتهاء بمطالبات العلمانيين داخل الكنيسة بعدم ترشيح الأساقفة للكرسي البابوي، رغم أن هناك أساقفة ضمن الخمسة الذين تم تصعيدهم. لكن لدينا ثلاث رهبان، وده خطوة مهمة، وكثير من الناس يشعرون بارتياح ويشعرون أننا على طريق مختلف داخل الكنيسة المصرية. فكرة أن يكون الترشيح على المنصب وفيه مناظرات بهذه الطريقة هو كسر وتقريب فكرة الكهنوتية للشعب أكثر، وفي نفس الوقت هو حفاظ يعني خروج يعني هو يؤسس لخروج الكنيسة من عباءة دولة إلى فكرة شعبها الذي يختار. يعني الحقيقة نحن أمام خطوة مهمة، ثورة. أنا أرى أن هناك ثورة حقيقية تحدث داخل الكنيسة. أنا هناك خطوة أتمنى أن تكتمل داخل الكنيسة المصرية. ربما يعني في الوقت القادم نجد كنيسة تدافع عن مصالح شعبها وعن مصالح الروحية، وألا تنخرط في تفاصيل الدولة المصرية وسياستها، ولنجد تبريرات لأشياء كثيرة مثلما حدث في مزمير وما يحدث وفي وقت ما. يعني أنا أظن أن هناك شيء مهم يحدث في الكنيسة المصرية الآن. في جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى، سبع مسيرات إلى التحرير في جمعة مصر مش عزمة. أيوه. أنا بصراحة يعني أنا العنوان نفسه للجمعة دي أعتقد أنه كل فئات المجتمع تتفق عليه، وحتى الإخوان مطلعين بيان بيقولوا أن مصر مش عزبة، وقالوا أنها مش عزبة اليساريين والليبراليين. الحقيقة ما أعرفش وبناء على إيه تم عزبة الليبراليين والنصريين واليساريين لم يسيطروا على شيء، ولم نجد رئيسا لمجلس الشورى من الليبراليين واليساريين يعزل رئيسا للتحرير بدون تحقيق، ولم نجد سيطرة على بعض القطاعات. ربما لدى الإخوان بعض حتى المبرر الذي كان يتم الاستناد إليه لم يعد قائما. المبرر هو أن الإخوان حصلوا على أغلبية أو نسبة عالية في مجلس الشعب. المجلس الشعب لم يعد قائما، بل ولد ميتا بحكم المحكمة.
فالحقيقة الجزء ده دي أنا تقديري أن وجود هذه يعني الصراعات السياسية، خلينا نحطها على القاعدة، هي جزء من بناء مصر مختلفة. أن يعني عندما نجد أن هناك قوى مختلفة يعني تتنافس على السلطة في مصر، ده مؤشر جيد وليس عيبا. عندما نجد طبعا أن هناك من يعني أحزاب مختلفة تريد أن تكون في السلطة، لأنه كل في النهاية بيصب في مصلحة المواطن، لأنه في الآخر عليه أن يقدم نفسه للمواطن وأن يقدم أشياء أخرى. الحقيقة أن هناك مبررات حقيقية لخروج هذه الجمعة. أولا لا علاقة بالدستور وما يحدث فيه وبعض المواد التي تضاف على الدستور في يعني غيبة، يعني حتى المسودة التي خرجت قيل أنها لا تتضمن بعض المواد، وأن بعض المواد المتفق عليها لم يتم تضمينها في المسودة الموجودة، ومنها ممارسة الحقوق والحريات تأتي في إطار قيم وتقاليد المجتمع. ده مفتوحة أولا يعني هذه المادة، وملهاش يعني أقول إيه، أنه ملهاش أسس أو ملهاش تفاصيل يعني معينة يعني عشان دي نعرف دي إيه بالضبط. تعصب بفكرة الحقوق والحريات من الأساس. منها التفسير الذي وضع بالمخالفة لتفسير المحكمة الدستورية، المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور، ومنها أشياء كثيرة لا علاقة بحقوق المرأة تحديدا والتي يتم الانتقاص منها بشكل كبير وربطها دائما، رغم أن الدستور قائم على أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، فدائما بما لا يخالف إضافة عبارات لا حاجة لها إلا أن هناك نية مبيتة لاستخدامها بشكل سيء يعني. فده جزء. الجزء الثاني أن هناك أداء في خلال المئة اليوم الأولى كنت أتمنى من الرئيس أن يخرج ليقول فيه أننا لم نستطع إنجاز ما أنجزناه لأن هناك مشاكل كبيرة واجهناها، ولكن نحن أمام نفس نمط قديم مؤسسة رئاسة تخرج لتقول أننا فعلنا وفعلنا ونحن لا نشعر بما فعلت الحقيقة. وعلى الأرض ليس هناك ما يؤكد ما تم القول فيه. الجزء الثالث تعيينات حقيقية مبنية على قاعدة لم تعد موجودة بالأساس، يعني تعيينات أن تأخذ الإخوان نسبة كذا، مثل هم خرجوا برسم بياني الحقيقة للرد على ما يحدث، هو أن نحن يعني ما خدناش في مؤسسة رئاسة أكثر من 40% وما خدناش في الحتة الفلانية أكثر من كذا وما خدناش. وطبعا جزء من المبررات التي كانت قائمة أنهم كانوا أغلبية في مجلس الشعب. مجلس الشعب أقول لهم بشكل واضح المحكمة خرجت لتقول أن مجلس الشعب ولد ميتا، يعني لم يعد هناك داعي لاستناد لشيء لم يحدث بالأساس بحكم القضاء. نحن أمام انتخابات قادمة أتمنى أن تكون أكثر نزاهة، نحن أمام مصر نريدها بشكل مختلف، نحن أنا أتمنى أن يكون هذا التنافس على السلطة قائما لفترة طويلة، أن أجد أحزابا مختلفة تتنافس. نتمنى برضو أنه يكون الانتخابات القادمة تمثل طوائف مختلفة من الشعب المصري. عندنا في جريدة اليوم السابع هجوم على الرئيس بسبب خطاب اعتماد السفير المصري في تل أبيب، ويمكن ده كان الخبر الأول على كل شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة التويتر، وكل الناس كانت بتتكلم على هذا الموضوع، وكان في حالة من الاستياء خاصة ما بين الشباب. طبعا هي يعني لأن الحقيقة الخطاب جاء يعني صادما للجميع، اللي هو بيبدأ بكلمات من الرئيس مرسي إلى الرئيس بيريز عزيزي وصديقي العظيم، وبيتمنى لبريد شخصيا السعادة ولبلاده، وفي الآخر بتنتهي بصديقك الوفي. يعني الحقيقة حتى هذه الكلمات أنا أعتقد أنها حتى برغم تبرير الرئاسة بعد ذلك أنها خطابات وخرجت لأكثر من سفارة أو بروتوكولات، أنا أعتقد أن البروتوكول يجب أن يكون مختلفا مع إسرائيل. يعني أقل الاحتمالات سوءا أننا أمام إدارة لم تتعود بعد إدارة البلاد أنها لديها مشاكل في الإدارة، إنما الأكثر سوءا أننا نقايد على شيء آخر، وده خطر جدا. يعني لو خرجت هذه الكلمات من المخلوع كنا هنطلع كل الصحف وما فيهم الإخوان يقولوا امسك الكنز الاستراتيجي. والحقيقة أنا أخشى أن يكون مقدمة لكنز استراتيجي، وهذا ما لا أتمناه بشكل شخصي. أنا أتمنى أن يكون هذا خطأ من أخطاء البداية طبقا يعني للقراءة المتفائلة. لو لم يكن هذا الحقيقة أن كمان الرئاسة تأخرت في الرد قليلا، رغم أن هذا الخطاب كشف عنه سابقا، دي المفاجأة. يعني الأهرام نشر قبل ذلك بشهرين ونافت الرئاسة تماما صدور مثل هذا الخطاب. مظبوط. الآن نحن أمام خطاب
يعني أتمنى أن يكون خطأ، أنا أتمنى أن يكون بروتوكوليا كما قيل، ولو أن رغم أننا لو أنا لدي 10 دول بينهم إسرائيل، أنا أعتقد يعني سآتي بخطاب الموجه لإسرائيل تحديدا وأنزع عنه كثير من العبارات الود والمحبة، لأنها ليست مبررة وليست قائمة ولا تتناسب إطلاقا مع هتاف الإخوان قبل ذلك أو الذي ينتمي إلى الرئيس محمد مرسي على القدس رايحين شهداء بالملايين، يعني لا يتناسب أبدا شهداء بالملايين مع فكرة صديقك الوفي وعزيزي وأتمنى لك بشكل شخصي السعادة. أتمنى أنا بقى بشكل شخصي أن يكون ذلك خطأ من لم يملك الأدوات بعد، من لم يعني من يريد يعني اللي هو لم يعد بعض عدته، أتمنى بشكل شخصي، ولكن أخشى أحذر أن يكون مقدمة لشيء آخر. أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البداية الإلكترونية، نورتنا النهاردة وبتمنى لك نهار سعيد. شكرا، نهارك سعيد. خلصت كده فقرة الصحافة، هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل بقية فقراتنا النهاردة.